معنا مش رجع مصر تاني. انا شفت الويل هناك. يا اسماعيل حرام تضيع موهبتك، وبعدين كل اللي نجحوا في الفن تعبوا وطلعت عينيهم علشان يوصلوا ويحققوا طموحاتهم. ولو على الفلوس نلم لك قرشين كل شهر ونبعتهم لك على مصر. والله انا متشكر قوي يا اخوان، بس انتوا صراحه يعني ما شفتوش ايه اللي حصل لي هناك في مصر. انا اتبهدلت قوي، بهدلت قوي، نمت في جوامع ونمت في قهاوي، ولو الفتره كانت طولت شويه كنت نمت على الرصيف. يا جماعه ما تتكوش عليه، الايام اللي جايه هي اللي هتحدد مستقبل اسماعيل، واللي مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين. ثم انا ابويا خلاص بقى دلوقتي راجل كبير، والمرض دق على باب، افرضوا سبته ومشيت، ايه افتح للمرض يخش هنطلعه ازاي؟ انا بقول ان انا اقعد هنا في السويس واقعد براحتي ابقى المطرب الاول للسويس.